في حادثة هي الأولى من نوعها في ذي قار، تمكنت عصابة ترتدي الزي العسكري من مداهمة منزل مواطن في قضاء الرفاعي شمال ذي قار، حيث استولت على 70 مليون ولادوا بالفرار بعد تعذيب صاحب الدار. الحقيقة استخبرنا بوجود حادث سرقة لأحد المنازل في قضاء الرفاعي. هذا حادث سرقة عبارة عن سطو مسلح، بقيام بسطو مسلح بسرقة مبلغ قدره حوالي 70 مليون ومصوغات ذهبية. الحقيقة على الفور تم تشكيل فريق عمل. الحادثة سجلت استغرابا للقوى الأمنية فيما عللها مراقبون إلى تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة للفساد المالي، مما زاد في أعداد العاطلين مطالبين الجهات الأمنية بمتابعة العصابات الإجرامية. الحادثة الأخيرة اللي سجلت في محافظة ذي قار من عملية سطو مسلح وسرقة أموال ويعني مصوغات ذهبية بزي جهاز أمني، هذه بادرة خطيرة، لذا على الأجهزة الأمنية أن تتابع هذا الأمر وتفتح ملف تحقيق حقيقي حول هذه الإشكالية، لأن هذه يعني قد تكون دواعيها هي نتيجة الظرف الاقتصادي اللي يمر به العراق، خصوصا محافظة ذي قار، يعني في ظل أنه تأخر الرواتب، في ظل يعني عاطلين عن العمل، فهاي قد تكون مدعاة للانتهاج الطريق الغير صحيح. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.